في إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ COP27، قامت محافظة جنوب سيناء بتشجير عدد من الطرق والميادين ببعض الأشجار اللي بتناسب طبيعة المناخ في المدينة، وده غير زراعة النخيل بطريق الشيخ زايد وأشجار الزينة والأشجار المثمرة. زميلنا رامي محمد رصد آخر مستجدات عملية التشجير اللي بتتم في مدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء. في إطار المخطط الاستراتيجي والتنموي لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة، استعداداً لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، تمت أعمال التشجير والمساحات الخضراء بأكثر من 15 ميدان رئيسي وفرعي. طريق السلام طوله حوالي 30 كيلو تقريباً، ده أضيف إليه مساحات جديدة إلى المساحات السابقة. إجمالي مساحته المزروعة حالياً بالنخيل والأشجار والشجيرات والنباتات المزهرة حوالي 320 ألف متر مربع، بالإضافة للطرق العمودية عليه والطرق الموازية له كلها تم زراعتها بأشجار ونخيل ونباتات ومسطحات خضراء ونباتات مزهرة. نظرا للمناخ الخاص بمدينة شرم الشيخ وندرة المية، فتم اختيار بعض الأصناف من النباتات والنخيل اللي تتحمل درجة الحرارة المرتفعة وكذلك الجفاف وندرة المية، ودي تم اختيارها بكافة الطرق والميادين الخاصة بمدينة شرم الشيخ. نضيف إلى ذلك الحديقة المركزية المنشأة على حوالي 40 فدان تقريبا. الحديقة دي تعتبر أكبر رئة في مدينة في سيناء بالكامل. مساحات الزراعات فيها تتجاوز ال 110 ألف متر تقريبا، مسطحات خضراء، نباتات، أشجار، نخيل، متنزهات خاصة، بحيرات صناعية، نوافير، مولات فيها منطقة يعني فيها مرافق، فيها مناطق ترفيهية اللي يروح هناك يستمتع. أعمال التجميل وإنشاء أحواض الزهور والتشجير والإنارة جاءت بالحدائق والبوابات والطرق، من بينها ميدان وطريق السلام. مساحة الميدان تقريبا 67 ألف متر مربع، وعملنا فيها أنشأنا فيها زهور لاندسكيب من باتونيا ولانتانا مدادة حضرتك، وباتونيا وبطشاردة، ومدينا أنواع من النخيل طبعا، وفي حاجة اسمها حشيشة الليمون واستيبيا برضو، ده كله إيه موجود في الزراعات حضرتك، ومن شبكة الري تقريبا، وتم الانتهاء مني حاليا يعني في ميدان السلام. استكمال أعمال التشجير تضمنت طريق الشيخ زايد بطول 10 كيلومتر وزراعة أكثر من 2000 نخلة.